بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا. إننا في هذه المسابقة نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز صاحب الجائزة، نشكر له اهتمامه الكبير، وفي شكره نشكر جميع المهتمين بهذه المسابقة، وكذلك نشكر لأصحاب الفضيلة لجنة التحكيم، ثم أتوجه بتهنئتي لأبناء الطلاب والطالبات الذين تسابقوا، ولزملائي في أمانة المسابقة وجميع اللجان العاملة شكري وتقديري على إسهامهم في إنجاح أعمال هذه المسابقة. هنيئاً لمن حمل القرآن بحقه وكان صاحب قرآن، هنيئاً له في الدنيا وهنيئاً له في الآخرة. سابقوا بالتعاون مع الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. يشرف بصحبتكم في هذا البرنامج عبد الرحمن بن محمد الشايع، وأيضاً الزميل جمعان بن ناصر الجمعان منسق حلقات هذا البرنامج، ومحبكم أيضاً عبد الله بن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلاً بكم مستمعين الكرام إلى حلقة سابق في هذا الأسبوع، وفيها نتم ما بدأناه من تسجيل لندوة بين المتسابقين ولجنة التحكيم في جائزة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 20. أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الندوة. جائزة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في ندوتنا هذه، كما ذكرنا التي اجتمع فيها الحكام بالمتسابقين، ويشارك فيها المشايخ الكرام الدكتور أحمد السديس والدكتور سالم الشنقيطي والدكتور ناصر القثامي، وكذلك الدكتور أمين فلاتة، وكذلك الدكتور عبد العزيز المزيني، مع مجموعة من المتسابقين الذين جاءوا من مختلف جمعيات المملكة وشاركوا أيضا في الفروع 5. نستمع لسؤال، تفضل. جمال الصوت موهبة من الله تعالى، ليس للفرد أو للمتسابق دور مباشر فيها، فهل في آلية التحكيم معيار لتقييم ذلك؟ المتسابق عبد العزيز محيسن الشمري مرشح جمعية الجوف لتحفيظ القرآن الكريم في الفرع 3. دكتور عبد العزيز تفضل بالإجابة عن هذا السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أصحابي أجمعين، أما بعد، فأنا مسرور حقيقة بهذا اللقاء الماتع المبهج مع أبنائنا المتسابقين، وأراهم أمامي حقيقة يعني يسرون الناظرين في جمال هيئتهم وجلستهم وحرصهم على الفائدة، سواء المنافسة أو حرصهم على معرفة ماهية التحكيم المسابقات حتى يكونوا على بينة، فأراهم متشوقين ومتشوفين لإجابات المشايخ الفضلاء ولجنة التحكيم، فبارك الله جل وعلا فيهم. أما الإجابة على السؤال فهو نعم، ليظهر أن السائل يسأل عن الصوت وموهبته، لأن بعض عوام الناس إذا سمع المتسابق يقرأ بترنم وجمال الصوت ظن أنه هو الفائز. أقول إن هذا ليس له علاقة، الجمال كما تفضل السائل آنفا الصوت هو موهبة من الله سبحانه وتعالى، لكن أحيانا قد يؤثر الصوت والاهتمام بالصوت بالمعنى والأداء فيحسب عليه. أحيانا المتسابق إما يعني يكرر صوته أو يرفع صوته رفعا نشازا قد يؤثر بأداء الكلمة مما يغير معناها أو يؤثر بمعناها فيحسب عليه في الجانب الأدائي وإن كان الصوت، لكن الأصل أن الصوت غير معتبر. أنا مما لاحظته في بعض اللقاءات أيضا الدكتور عبد العزيز أنه بعض المتسابقين أعلم أن لديه صوت جميل جدا، لكنه عندما يأتي أمام اللجنة لا يرتل بصوته المعروف وإنما يجود وأداء بطيء. أنا أقول ينبغي الجمع بينهما، يعني لا يتهيب الإنسان لنقص من الصوت، لأن الصوت أحيانا له علاقة بالأداء الجيد، فلا يهمل الصوت يعتني به مع نيته بالتجويد، لكن إن كان صوته ناتجا عن تقليد لقارئ لا يتقن التجويد فهذا قد يؤثر عليه،
فنسمع نحن بعض الأخوة وبعض الشباب يقلد صاحب صوت قد أعجبه صوته لكنه لا يعتني بجانب التجويد فيؤثر عليه الأداء بالتقليد على تجويده، فقل لا تقلد هذا وإنما اقرأ بسليقتك. يعني إجابة على سؤالك الشيخ، واضح إجابة الشيخ عندما أنت أشرت إلى أن الصوت موهبة، يقول ليس لي دخل فيها. نعم، ولذلك الإنسان يعني ينبغي أن يعتني بصوته السجية والطبيعة، ولا يؤثر عليه إن كان ما من الله جل وعلا عليه بالصوت، أن لا يكون هذا حاجزا ومانعا له أن ينافس في مسابقات القرآنية. ونلاحظ أنه أحيانا الفائزين ليسوا أصحاب أصوات جميلة، وإنما هناك واحد صاحب صوت جميل لكنه لم يحقق المركز. صحيح، بل حتى المشايخ الكبار، هناك مشايخ كبار مسندين ومقرئين يقرأ عليهم، يمرون بأسانيد القراءات وليس لهم تسجيلات صوتية، لأن لم يمن الله عليهم بالصوت. نعم. أيضا نستمع لسؤال آخر. ما هي المعايير التي إذا حرص عليها الطالب يحصل على الدرجة الكاملة في الأداء؟ المتسابق، معاذ علي، عبد الحميد حركاتي، مرشح الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة المدينة المنورة في الفرع الرابع. طيب، هذا سؤال جيد، لو تجيب دكتور أحمد. هذا سؤال جيد يحتاجه المتسابقون، ومن المهم البيان الحال فيه. فيما يتعلق بالأداء، جانب معتمد عليه في معايير التقييم في المسابقات القرآنية، والذي تفسره اللائحة هنا أن تكون تلاوة الطالب مسترسلة ليس فيها تردد ولا تلعثم ولا تباطؤ ولا تلكؤ، وكذلك أن تكون قراءته مفصحة عن المعاني القرآنية بقدر المستطاع. هذا هو التفسير لما يتعلق بالأداء الذي يؤخذ عليه في هذه المسابقة، لكن كل مسابقة تفسر الأداء بما تأخذ به من معايير، لأن وصف الأداء وصف عام واسع يدخل تحته طريقة الأداء القرآني، فيدخل في ذلك مسائل كثيرة جدا. أنبه على مسألة هنا فيما يتعلق أن هذا المعيار خاضع لتقدير المحكم، خاضع لتقدير المحكم، وينبغي أن يتنبه الطلاب إلى أن كثرة التكرار وإعادته الآية مرة بعد مرة هذا مما يؤاخذ عليه، لأنه إخلال بمقام الاسترسال المطلوب في هذه المسابقات القرآنية. نعم، ما زلنا معكم مستمعين الكرام في هذه الندوة التي نقدمها بين مجموعة من المتسابقين يوجهون أسئلتهم واستفساراتهم لأعضاء لجنة التحكيم المشايخ الكرام. نستمع لسؤال آخر أيضا، تفضل. أنا المتسابق عبدالعزيز ماجد عبدالله الغامدي، مرشح جمعية تحفيظ القرآن بالباحة في الفرع الخامس. أتمنى أن تجيب اللجنة على هذا السؤال، وهو هل تغيير المقام الصوتي في أثناء القراءة يشكل خطأ بالنسبة لكم؟ طيب، جميل، لتكون إجابة هذا السؤال عندك دكتور أمين، تفضل. أشكرك يا ابني، هذا السؤال سؤال جيد، لا يحسب خطأ، والمسابقة يعني ليست في تقييم الأصوات أو المقامات، وإنما هي في التلاوة والتجويد، ونهتم بهذا كثيرا. أما انتقال الطالب من مقام إلى آخر فهذا لا يؤثر على درجته ما دام أنه مقيم للتجويد والتلاوة كما هي. أتمنى أن تكون اتضحت الإجابة للجميع. طيب، نستمع لسؤال آخر من أحد المتسابقين. بعض المتسابقين يصاب بالارتباك أمام لجنة التحكيم، فهل يراعى ذلك وما الضابط في ذلك؟ المتسابق حاتم بن عبد الله بن سعد بن رايزة من أحد رفيدة، مرشح الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة عسير الفرع الثاني. سؤال جيد، لو تجيب دكتور سالم. هو حقيقة لا يراعى إلا في السؤال الأول فقط، ويراعى أيضا عند بداية الجواب، ربما يظهر عليه الارتباك أو أنه يرتبك في بداية الآية الأولى، فهذا يظهر أنه مرتبك، لكن إذا قرأ الآية الأولى والقراءة الثانية فخلاص معناته أنه ما في ارتباك، فما يمكن أنه يرتبك في السؤال الثاني، يعني من حيث الطبيعة ما الارتباك يكون في البداية، فهذا نراعيه بحيث أننا ما نستعجل عليه بتسجيل الخطأ، وإنما نعطيه فرصة أكثر من السؤال الثاني، يعني بدل ما نعطي فرصة نص دقيقة ربما تزاد نص دقيقة وتكون دقيقة كاملة
لكن الحمد لله ما في هذه المرحلة الحمد لله ما وجدنا أحد يعني ارتبشق الحمد لله. وكأن أيضا المراعاة لديكم مضبوطة ليست مقدرة. لا لا لا، هو المسابقة واللوائح كلها مضبوطة في اللجنة التي تتولى هذا، يعني كل حركة يعملها عضو لجنة التحكيم فهي محسوبة. طيب نستمع لسؤال آخر أيضا. ما ضابط لجنة التحكيم في المسائل الخلافية بين المدارس الإقرائية في التجويد، مثلا كهمس التاء؟ بعض المدارس تبالغ في إظهاره كقوله تعالى التائبون، وبعض المدارس الأخرى يعني تبالغ في إخفاء الهمس كقوله تعالى مثلا التاء. عضو لجنة التحكيم كيف يقيم في هذه الحالة؟ أحمد بن عبد العزيز العبيدان المشارك في الفرع الأول في مسابقة الملك سلمان في السنة الماضية، وكذلك في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية. طيب هذا السؤال نطرحه على الدكتور ناصر القثامي، تفضل يا دكتور. حقيقة يعني الاختلاف الموجود بين المدارس القرائية فيما يتعلق بأحكام التجويد وبعض قضايا التجويد مثل ما ذكرت، أو مثل ما يتعلق مثلا بقضية الفرجة وعدم الفرجة، هذه القضايا نحن في التحكيم يعني لا نتوقف عندها كثيرا ولا نؤاخذ القارئ فيها، فربما يكون القارئ على مدرسة معينة كقضية مثل الفرجة والآخر على مدرسة أخرى لا يرى الفرجة، فنحن لا يعني لا نؤاخذ القارئ في مثل هذه الأمور، خاصة إذا كانت الخلافات الموجودة بين المدارس الإقرائية خلافات معتبرة. إذا كانت خلافات معتبرة ولها أصل موجود في أحكام التجويد وخلاف مشهور من قديم موجود، فهذا لا يؤخذ فيه القارئ. طيب نستمع لسؤال آخر أيضا. شيخنا حفظكم الله، سؤالي: إذا طرح المحكم السؤال وقرأ الآية ثم غفل المتسابق ولم يسمع جيدا فقرأ مقطعا آخر، فنبهه المحكم وقال له استمع للسؤال جيدا، فأعاد المحكم الآية ثم صحح المتسابق قرأ المقطع المطلوب وانطلق، فهل تحتسب عليه تنبيهة؟ المتسابق يزن بن عبد الرحمن العمودي مشارك في الفرع الثاني المرشح من جمعية مكة المكرمة. شكرا. دكتور أحمد إذا في الإجابة عندك تفضل. هذا صحيح، ربما ينشغل المتسابق بشرب الماء مثلا أو بمعالجة خلل ما حصل أمامه في على الطاولة أو ما شابه ذلك، فيغفل عن السؤال الذي ألقي عليه فيخطئ في تلاوته. في مثل هذه الحال لا يتم احتساب الخطأ على المتسابق، وإنما نطلب منه أن يستمع إلى السؤال مرة أخرى، فيعود المحكم الذي يلقى السؤال يلقي السؤال على المتسابق مرة أخرى، وهذا لا يؤاخذ عليه المتسابق لا في باب الأداء ولا في باب الحفظ، لا يؤاخذ على شيء من ذلك. طيب نستمع لسؤال آخر أيضا. ابنكم المتسابق عبد الرحمن محمد جناب الرويلي مرشح من جمعية الحدود الشمالية والمشارك في الفرع الرابع، مشايخنا الفضلاء، هل الذي يطلب إعادة السؤال يحسب عليه ذلك؟ نعم دكتور أمين، أو أيكما يعني دكتور أمين أو دكتور عبد العزيز أيكما، تفضل تفضل دكتور أمين. أحسنت يا بني، لا يحسب عليه ذلك. نعم، ما زلنا معكم مستمعين الكرام في هذه الندوة التي نقدمها بين مجموعة من المتسابقين يوجهون أسئلتهم واستفساراتهم لأعضاء لجنة التحكيم المشايخ الكرام. نستمع لسؤال آخر أيضا تفضل. عندما يخطئ الطالب في نفس المقطع الذي قرأه الشيخ في السؤال في نفس المقطع وذلك لأي سبب كان الارتباك أو بأي شيء آخر، هل يعد هذا كتنبيه أم لا؟ عبد المجيد محمد نبي إدريس مرشح جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة مشارك في الفرع الرابع. طيب جميل، من من المشايخ الكرام يجيب عن هذا السؤال؟ نعم تفضل دكتور السالم. نعم، إذا كان في السؤال ما يحسب عليه، ولهذه رئيس اللجنة يطلب من الزميل الذي يقرأ السؤال أن يعيد عليه السؤال إذا الطالب أخطأ في المقدار الذي يقرأه الأستاذ. يعني مثلا الأستاذ يقول للطالب يقرأ مثلا وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم، فالطالب ارتبش ما قدر يقرأ وإذ قال موسى لقومه، مثلا قال وإذ قال موسى لقومه يا قومي إن الله يأمركم، فهذا خطأ. فهنا رئيس اللجنة يطلب من الأستاذ الذي يلقي السؤال
أن يطلب من الطالب أن ينتظر ويستمع ونعيد له السؤال. لكن لو الطالب بدأ وقرأ المقدار الذي قرأه الشيخ بعد كذا يحاسب هو على الخطأ. هذا مطبق على الجميع يعني سواء كان الخطأ في بداية السؤال أو في نهاية مقطع السؤال؟ لا 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 لا، نتكلم عن البداية، صيغة السؤال هي جزء من الآية، الجزء من الآية التي يقرأها الأستاذ الذي يلقي السؤال، هي غالبا تكون سطر أو سطر ونصف. إذا الطالب أخطأ في هذا السطر والنصف الذي قرأه الأستاذ ما تحسب عليه، وإنما نعيد له السؤال مرة أخرى. نعم، لكن لو تجاوز هذا المقدار الذي قرأه الأستاذ، لو تجاوزه يبدأ يحسب عليه. طيب نستمع لسؤال آخر أيضا. هل إذا نبه الطالب تنبيهين ثم لم يستحضر الآية وفتح عليه هل يحسب التنبيهين أم الفتح فقط؟ عمر بن عدي الهمزاني، مرشح من جمعية تحفيظ القرآن بمنطقة حائل، الفرع الثالث. طيب شكرا. لا ناخذ الدكتور عبد العزيز، ما استمعنا. الدكتور تفضل، هذا يعني إذا كنا نسير بالتناوب بينكما فالإجابة عندك. تفضل دكتور عبد العزيز. إذا فتح عليه يلغى التنبيه ويحسب الفتح فقط، يعني التنبيه بنصف درجة، فإذا أخطأ ينبه ثم يحسب عليه نصف درجة، فإن أخطأ أخرى ينبه نصف درجة، فإن لم يتذكر فتح عليه وحسب بدرجتين، ألغي التنبيه الأول والثاني وحسب بدرجتين كاملتين. يعني الفتح أصلا هو درجتين؟ الفتح درجتين، يلغى التنبيه السابق، ما تكون ثلاث درجات نصف ونصف ودرجتين، لا، يلغى التنبيه الأول والثاني نصف درجة ونصف درجة، ثم يسجل عليه درجتان كاملتان. نعم واضح. طيب نستمع لسؤال آخر أيضا. السؤال هو: رهبة الطالب من مقام الاختبار قد تظهر على صوته وتؤثر عليه، فهل هذا يؤثر على تقييم اللجنة للمتسابق؟ المتسابق محمد المقيرن، الفرع الثاني في مسابقة الملك سلمان الدورة 20، مرشح من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الدرعية. جميل. المشايخ الكرام، من يريد الإجابة؟ نعم تفضل دكتور ناصر. هو لا شك القارئ إذا يعني أصيب بالرهبة وأثر ذلك على حفظه مثلا أو أثر على تجويده فلا شك أنه يؤاخذ في ذلك، فمثلا لو أخل بأحكام التجويد أو أخل بالمدود أو أخل بالغنن أو أنقص بعض الأمور أو تردد في القراءة فهذا لا شك أنه يؤاخذ في هذا. لكن إن كانت الرهبة لم تؤثر على أدائه أو على قراءته أو على أحكام تجويده ففي هذه الحالة لا يؤاخذ القارئ. طيب نستمع لسؤال آخر من أحد المتسابقين. إذا تعرض المتسابق لحالة وفاة أو مرض أو غير ذلك من الأمور المؤثرة عليه خارج عن إرادته، هل تراعي لجنة التحكيم ذلك؟ المتسابق عبد الرحمن بن حمود السكيبي، مرشح جمعية تحفيظ القرآن بمحافظة الطائف فرقان، المشارك في الفرع الثالث 20 جزء. نعم تقصد أنه حصلت له يعني ظروف تتعلق بأسرته. طيب نطرح هذا السؤال على الدكتور السالم. تفضل دكتور. أولا الحمد لله يعني ما مر معنا هذا الحمد لله، ونرجو إن شاء الله أنه ما يمر معنا، لكن لو مر معنا فهذه ما هي مسؤولية لجنة التحكيم، هذه مسؤولية اللجنة المنظمة، هي التي تقرر أن الطالب يعني يراعى فيهم لا يراعى. لكن نحن لجنة التحكيم عندها أن الطالب إذا وصل إلينا فقط، قبل أن يصل إلينا هذه مهمة اللجنة المنظمة، فهي التي تحدد حسب ظرف الطالب. طبعا هذا إجابة عامة لكن لأنه افتراضي لأنه ما حصل وإن شاء الله ما يحصل إن شاء الله. لكن تسمح لي الدكتور سالم أضيف يعني على هذا السؤال، ربما أحيانا جزئيات في القاعة تتعلق بالإضاءة بالميكروفون أو شغلات فنية، أحيانا المخرج يحتاج إلى تعديل الميكروفون، ربما مثل هذه التحركات الفنية ربما تشوش على المتسابق، تراعي اللجنة ذلك؟ أكيد تراعى ذلك، يعني أي تشويش خارج عن إرادة الطالب المتسابق يراعى، لكن حالته هو النفسية في حفظه فهذا ما يراعى، لكن لو جاء شيء طاري أكيد يراعى. نعم. نستمع لسؤال. تفضل. ابنكم الطالب حسام بن سلمان خياط، مشارك في الفرع الأول ومرشح من قبل الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة. أولا أشكركم على جهودكم المبذولة للعناية بالمتسابقين، وأسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتكم. وأريد أن أوجه سؤال ولعلكم تفيدوني بالإجابة، شاكرا لكم.
ألا وهو السؤال: بالنسبة لمعاني الكلمات، هل الإجابة المعتمدة أن يأتي الطالب بالإجابة الموجودة في الكتاب نصا، أو يكتفى بأن يأتي بالمعنى الصحيح؟ وأجزاكم الله خيرا. طبعا أنت صار لك موقف قريب من هذا في اختبارك. نعم نعم. طيب نسمع الإجابة من المشايخ الكرام في لجنة التحكيم. دكتور أحمد، الإجابة عندك، تفضل. هذا سؤال جيد. فيما يتعلق بمعيار تفسير الكلمات القرآنية، هذا خاص بالفرع الأول وهو حفظ القرآن الكريم كاملا مع تفسير الكلمات، والذي يعتمد عليه في هذا الباب أن يجيب المتسابق إجابة صحيحة، ولا يشترط أن يلتزم نصا معينا في إجابته، فإذا ما أتى بالجواب الصحيح في تفسير المعنى وكان صحيحا مقبولا، فإن إجابته تكون إجابة صحيحة، ولا يشترط أن يتكلف المتسابق بأن يأتي بالتفسير وكأنه نص قرآني فيبقي كل كلمة في مكان. إن تيسر هذا فهذا أتم وأحسن، وإن لم يتيسر فالمقصود أن يجيب بما هو صحيح في المعنى. نعم، نرى بعض المحكمين لا يمسكون القلم ويسجلون. تفضل دكتور عبد العزيز. أما كون الحكم يعني لا يمسك القلم بيده وينحني كل دقيقتين للكتابة، فهذا بعض الحكام يرى أن هذا من باب مراعاة نفسية المتسابق، فيجمع الأخطاء بأصابعه، ثم إذا جمع خطأين ثلاثة سجلها مرة واحدة، لأن يقول إذا كنت كل ما أخطأ ذهبت أكتب والمتسابق يراني ربما تهيب وظن أن الأخطاء كثيرة عليه فيتأثر. لكن بعض الحكام يجمع الأخطاء بأصابعه ثم إذا جمع ثلاث أربع أخطاء سجلها مرة واحدة، هذا الذي يجعل البون شاسع بين الحكام، أحد دائما منصب على الورقة يكتب فيها والآخر ينظر للمتسابق ثم يكتب مرة واحدة. بارك الله فيكم. طيب نستمع لسؤال آخر أيضا. شيخنا حفظكم الله، إذا بدأ المتسابق بقصر المنفصل في عدة مدود ثم أكمل بالتوسط، فكيف يقيم في هذه الحالة؟ المتسابق محمد ابن عبد الرحمن الخضيري من جمعية تحفيظ القرآن الكريم في بريدة في الفرع الرابع. نعم، تفضل دكتور. دكتور أمين تفضل. سؤال جيد. لابد للطالب أن يسير على وتيرة واحدة في مد المنفصل، إما أن يقرأه بالقصر وإما أن يقرأه بالتوسط، فإذا خالف بين المدين في نفس قراءته فإنه يحسب عليه في التجويد. هل يحسب له القصر أو التوسط؟ في الغالب ما بدأ به، الذي بدأ به هو الذي يشير، أو غالب قراءته هي في أي بالمد أو بالقصر فيعتبر هذا. جائزة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي قدمنا فيها الجزء الثاني من الندوة التي سجلت على هامش جائزة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها العشرين. وقد شارك في هذه الندوة للإجابة عن تساؤلات المتسابقين الأستاذ الدكتور السالم بن محمد الشنقيطي، أستاذ القراءات بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، وكذلك الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سديس، عميد كلية القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وشارك أيضا معنا الشيخ الدكتور عبد العزيز بن سليمان المزيني، رئيس قسم القرآن وعلومه في جامعة القصيم، وكذلك الأستاذ الدكتور أمين بن إدريس فلاتة، رئيس قسم القراءات بكلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. وشارك معنا الأستاذ الدكتور ناصر بن سعود القثامي، رئيس قسم القراءات بكلية الشريعة والأنظمة بجامعة الطائف. سابقوا. شكرا للمشايخ الكرام. دكتور ناصر القثامي، شكرا لك على الحضور والتفاعل والإجابة. دكتور أحمد، شكرا جزيلا للحضور ومشاركتنا وكذلك الاستماع لتساؤلات المتسابقين. دكتور عبد العزيز، يعني جزاك الله خيرا على الحضور، ونشكرك على تفاعلك مع المتسابقين والإجابة عن تساؤلاتهم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وامتعتمونا حقيقة بلقاء الإخوة الفضلاء.
دكتور أمين فلاتة، شكرا لحضورك. شكرا لكم أنتم أيضا في هذه الإذاعة المرموقة المباركة، إذاعة القرآن الكريم، والتي أرجو وآمل بإذن الله تعالى أن تتسع لتضم عددا أكبر من المستمعين في كافة أنحاء العالم. وأيضا الشكر لعضو لجنة التحكيم الشيخ الدكتور السالم، شكرا لحضورك ومشاركتك في الإجابة عن أسئلة أبنائك الطلاب. وشكرا لكم شخصيا وللإذاعة، وشكرا أيضا لأبناء الطلبة، وتمنياتي لهم بالتوفيق والسداد إن شاء الله. شكرا لكم يا شباب على الحضور والانتظار معنا هنا، يعني ربما تأخرنا عليكم وأطلتم الانتظار وشاركتم بفعالية الحقيقة في صناعة محتوى هذه الحلقة، فشكرا لكم جميعا بأسمائكم، وأتمنى لكم التوفيق في هذه المسابقة وفي مسابقات قادمة بمشيئة الله تعالى. أجزل التحايا لكم أنتم مستمعين الكرام على المتابعة والمشاركة معنا في هذه الحلقة، نسعد كثيرا بتلقي مشاركاتكم ومقترحاتكم على حساب الإذاعة في تويتر وكذلك حساب الأمانة العامة في تويتر، فأسعدونا بتواصلكم. هذه أطيب التحايا لكم من فريق العمل في هذه الندوة، من الإعلام الجديد الزميل فيحان بن محمد السبيعي، وفي المونتاج الزميل فهد بن عبد العزيز السنيدي، والتنسيق جمعان بن ناصر الجمعان. هذه تحية مخرج البرنامج عبد الله بن شويش الشويش، ومن محدثكم في الإعداد والتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع. إلى الملتقى، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سابقوا فتية آمنوا بربهم وأنابوا إلى خالقهم يتلون كتاب ربهم آناء الليل وأطراف النهار في منافسة شريفة مباركة. سابقوا المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين وتأكيدات خادم الحرمين الشريفين الدائمة لهي النبراس لكل من أراد بناء دولة إسلامية متوازنة تأخذ أصل الوحيين بإكبار وإجلال وتحكيم واعتماد في النهج العظيم، وتأخذ أيضا بأسباب الحياة في اعتدال، فالقرآن والسنة لا يمنع المدنية بل يدعو إليها. سابق مستمعنا الكريم، نصل بك إلى نهاية رحلتنا القرآنية، هذه الرحلة التي قدمناها لك بالتعاون مع الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وأخرجتها إلى مسامعكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرفنا كثيرا مستمعينا الكرام بصحبتكم في هذا البرنامج، هذه تحية محبكم ومحدثكم عبد الرحمن بن محمد الشايع، وأيضا من الزميل جمعان بن ناصر الجمعان منسق حلقات هذا البرنامج، ومن محبكم أيضا عبد الله بن شويش الشويش. إلى لقاء عاطر في رحلة قرآنية قادمة.